لا يمكن أن يصدق أحد أن هذه المشاهد تحدث في الولايات المتحدة. عبر سكايب زميلتنا هبة القدسي من واشنطن، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. هبة، إلى أي مدى اتسعت دائرة الاحتجاجات الطلابية؟ اللي الحقيقة هذه المشاهد ومشاهد الاعتقالات لا أحد يمكن أن يتخيل أن تحدث في عاصمة الحرية في واشنطن. نعم، لم تكن فقط عاصمة الحرية أو في جامعة، يعني في العاصمة الأمريكية واشنطن، في جورج واشنطن جي دبليو يونيفرسيتي، ولم تكن أيضا في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، إنما اتسعت على اتساع الساحل الشرقي والساحل الغربي للولايات المتحدة والجنوب أيضا، في جامعة تكساس وفي كاليفورنيا وفي عدة جامعات متعددة، وانتشرت وانتقلت من الولايات المتحدة إلى جامعات في فرنسا وبريطانيا واستراليا. المظاهرات متنوعة الأعراق وطلبة من متنوعي الأعراق والديانات والخلفيات الإثنية والعرقية، ومن البيض والسود ومن العرب ومن الأمريكيين وأيضا من اليهود الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات نصرة لحق الشعب الفلسطيني وتحرير غزة، وإدانة لما سمي بالإبادة الجماعية الذين وجهت أصابع اتهام الطلبة إلى إدارة الرئيس بايدن ومشاركته في هذه الإبادة الجماعية للفلسطينيين. وطالب الطلبة بوقف الاستثمارات التي تضخها الجامعة لشركات تصنيع الأسلحة مثل لوكهيد مارتن وغيرها، والتي تمد إسرائيل بالأسلحة. لكن الظاهر العام، هناك عدة مستويات في هذا المشهد المخل. أولا، هذا الاستدعاء للشرطة وهذا فض التظاهرات بطريقة عنيفة والقبض على عشرات من الطلبة وأيضا من أساتذة الجامعة، وهذا ما أدى إلى إثارة الجامعات الطلبة في الجامعات الأخرى. من ناحية ثانية، هناك يعني تناقض وجدل شديد بين القيم الأمريكية التي يتغنى بها الجميع من حرية التعبير وحرية الرأي والمنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وعند مواجهة الحقيقة فإن كل هذه القيم يعني تتراجع تحت سيطرة وبطش الشرطة وهذه العمليات المسيئة لهذه القيم التي يتم التغني بها. من الجانب الأيديولوجي، يعني الآن هذه الاحتجاجات تجد نوع من القلق الشديد داخل الولايات المتحدة، ليست مجرد احتجاجات طلابية وليس مجرد المشهد لهذا العنف الشرطي الكبير ضد الطلبة، ولكن في التغير الأيديولوجي في فكر صغار السن مقابل كبار السن. هؤلاء الطلبة من يعني المنتمين لجامعات القمة آيفي ليج الذين يتظاهرون نصرة للحق الفلسطيني، على خلاف كبار السن الذين تقليديا يساندون إسرائيل، وهذا يعني تغيرا في التوجهات الفكرية والأيديولوجية، وبالتالي هؤلاء الذين يحتجون اليوم قد يكونوا ساسة الغد، وبالتالي سيكون هناك تحول كبير في مسارات السياسة والاجتماع والاقتصاد مناصرة إلى الجانب الفلسطيني أكثر من الجانب الإسرائيلي. هناك جانب آخر أيضا فيما يتعلق بالإعلام، بمعنى أن هؤلاء الطلبة لا يستقون الأخبار ويعتمدون على الوسائل التقليدية من صحف وقنوات تلفزيون، وإنما يتواصلون بشكل مباشر من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي مع المعاناة ومع الفلسطينيين داخل غزة، ويرون عبر وسائل التواصل هذه المعاناة وهذه الصور المأساوية
لقتل الأطفال والنساء. وبالتالي هناك أيضا تحول يعني عن الإعلام التقليدي إلى استقاء المعلومات نعم. بشكل مباشر. طب هبة، لكل هذا سيكون له تأثير على الرئيس بايدن والبيت الأبيض. هو ده سؤالي، يعني إلى أي مدى زي ما أنتي قلتي هذه جامعات القمة، هذه الجامعات الأغلى والطلبة فيها يمكن الأكثر يعني الأغنى، لأنها جامعات مكلفة إلا اللي عندهم سكولرشيبس مثلا أو منح أو غيرها. لكن سؤالي هنا، إلى أي مدى هذه التظاهرات مؤثرة على القرار الأمريكي، أم أنها مجرد تعبير عن الرأي لم تقبله الإدارة الأمريكية لأنه ضد إسرائيل؟ يعني هنا واضح أنه الحريات تتوقف عند إسرائيل، فإلى أي مدى هذه التظاهرات مؤثرة على القرار الأمريكي؟ أولا هناك استغلال سياسي لهذه التظاهرات ما بين دعوات من الديمقراطيين على رأسهم السناتور بيرني ساندرز الذي يدعو لحرية التعبير ويهاجم تصريحات نتنياهو الذي وصف الطلبة بالغوغاء وطالب بوقف هذه الاحتجاجات بالقوة. على الجانب الآخر هناك الجمهوريون ورئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي زار جامعة كولومبيا وطالب بتدخل الجيش والحرس الوطني الأمريكي لفض هذه الانتخابات، واعتبر الجمهوريون هذه الاحتجاجات مساندة لحركة حماس الإرهابية وتندد باليهود وتطالب بطردهم وترفع شعارات معاداة للسامية. وهذا يعني نوع من التضخيم أو محاولة التضليل لما يحدث في هذه التظاهرات. لكن البيت الأبيض في موقف حرج، من ناحية لا يستطيع إدانة هذه الاحتجاجات من منطلق أن الرئيس بايدن شخصيا يدافع عن القيم الأمريكية ويحاول الترويج أنه الفارس الذي يدافع عن هذه القيم في مقابل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يحطم هذه القيم الديمقراطية. طيب أيضا لا يستطيع تأييد هذه الاحتجاجات لأنه لا يستطيع إغضاب إسرائيل. التأثيرات ستكون كارثية إذا استمرت هذه الاحتجاجات وخرجت خارج الجامعات واشتركت مع الحملات التي تم التوسع فيها في ولاية ميشيغان وولاية مينيسوتا والتنسيق مع حملة التصويت غير ملتزم. هذه الحملة أدت إلى تراجع حظوظ الرئيس بايدن في هاتين الولايتين بشكل كبير. وبالتالي لدينا جالية عربية ومسلمة ترفض الرئيس بايدن، لدينا تيار من اليساريين والتقدميين داخل الحزب الديمقراطي ترفض سياسات بايدن مع إسرائيل، لدينا فئة عريضة من الشباب من المختلف من الفئة العمرية التي ترفض أيضا هذه السياسات. وبالتالي لم يعد فقط الغضب أو القلق من عمر الرئيس بايدن ومن زلات لسانه ومن قدراته البدنية والذهنية على أداء وظيفة أهم رئيس دولة في العالم لمدة 4 سنين قادمة، وإنما أصبح هناك غضب عارم لدى فئات عمرية كثيرة ولدى فئات سياسية كثيرة من سياسات الرئيس نعم. بايدن تجاه إسرائيل، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تدني وتراجع حظوظ الرئيس بايدن في الانتخابات في نوفمبر المقبل. بمعنى أن هذه التظاهرات ممكن تغير المعادلة السياسية أيضا، وممكن أنها تؤثر على الانتخابات. لكن سريعا عايز أسألك على موقف نعمة شفيق، رئيس جامعة كولومبيا، مصرية الأصل، اللي الحقيقة كانت في موقف يعني هي غالبا يعني لما مسكت العصاية من المنتصف، ما لا أرضت بالضبط اليمين ولا أرضت اليسار، لم ترضي أصولها العربية ولا المجتمع العربي اللي كان منزعج جدا من أنها فتحت الأبواب للشرطة من ناحية لقمع الطلبة، وكمان لم ترضي اللوبي اليهودي. فموقفها الآن أظن كان هناك جلسة لمجلس إدارة أو التراستيز بتاعت كولومبيا، ماذا حدث في مظبوط. اجتماع جامعة كولومبيا؟
يعني فعلا كان هناك اجتماع لمجلس جامعة كولومبيا واصدروا قرار يعني ضاغط بشكل كبير على نعمة شفيق نتيجة لهذه التوجهات التي قامت بها باستدعاء الشرطة، وهناك ضغوط أن تقدم استقالتها لتهدئة غضب يعني الطلبة المحتجين. لكن فيما يتعلق بالاستثمارات هناك ما يزيد عن 13 مليار دولار استثمارات جامعة كولومبيا وحدها في صناديق استثمارية تابعة لشركات إسرائيلية وشركات أمريكية تصنع الأسلحة، وبالتالي هناك يعني صعوبة كبيرة في الاستجابة لمطالب الطلبة في وقف هذه الاستثمارات، رغم أن بعض الجامعات الأخرى مثل جامعة أمرسون تفكر في وقف أو تجميد التعاون مع بعض الجامعات الإسرائيلية. وهناك أيضا في جامعة جنوب كاليفورنيا بدأ التفكير في الاستجابة لمطالب الطلبة في هذا الشأن، وبالتالي الضغوط تتزايد على رؤساء الجامعات، وشاهدنا في السابق حينما نعم استقالت رئيسة جامعة هارفرد. هارفارد نعم ونعم والأمور إلى يعني إلى نتيجة غير مرضية بالنسبة للسيدة نعمة شفيق. شكرا هبة القدسي الكاتبة الصحفية أشكرك. ومدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. الأمور غير مرضية بالنسبة لنعمة شفيق.